احنا جينا حوالي من اكتر من سنة ونص، تمام. وانا كنت مدرسة انجليش وجيت هنا سياحة لتركيا، وقابلت حسن، اتجوزنا. انا كنت بحب اعمل اكل جدا، وخصوصا الاكل المصري طبعا بكل اشكاله وانواعه. حسن كان شاطر جدا في البيكنج والعيش وكل حاجة، فاتقابلنا وكان حلمنا ان احنا نفتح في مكان. قبل ما نفتح كنا بنزور اماكن كتير، فلما جينا كاديكوي احنا حبيناها، يعني احنا حبينا نقعد هنا اصلا ونفتح هنا. فكان الكونسبت الاول اكل مصري عادي، تمام. فتحنا الاكل المصري العادي، وكنا بصراحه حاربنا كتير، يعني حوالي 6 اشهر بنحارب في ان احنا نحاول نقنع الناس بالاكل المصري. من اكتر حد اللي ساندنا او ساعدنا الجيران اللي حوالينا الاتراك، وكانوا بيدوقوا، وكان في شيف جنبنا وكان عجبه. كنا فاتحين المكرونه البشاميل والبيتزا والعيش، ده كان اول منتجات بتاعتنا. Ben bugün kemküm ilk defa denedim. Yemekleri hem çok lezizdi hem de çok uygundu. Aynı zamanda çok sağlıklılar. Ben sporcuyum ve gerçekten hem karnımın doyduğunu ve sağlıklı bir şekilde beslendiğimi hissettim. Yani normalde ben et yiyorum ama gerçekten burada yediğim yemekle ete ihtiyaç duymadım bu oyunumda. O yüzden kemküm hem lezzetli hem de fiyat performans olarak gerçekten çok başarılı. Bada iyi geldiğinde Mısırlıyım ve حاولنا نعمل كنت بحب اتراكت بيبول، يعني عملت كوتش سيرفينج ايفنتس. وبدا الناس يجوا فيهم عرب كتير، وبداوا يطلبوا مني ان هم عايزين ياكلوا كشري. فعملت كشري ايفنت، ده كان اول المناسبه بتاعتنا. قابلوا ناس او شاف، كانوا ناس ماشيين فيجن جم وعجبهم الكشري جدا، وقالوا طب احنا عايزين نعمل فيجن ايفنت عندك. عملت الفيجن ايفنت برضو كان كشري. برضو بالصدفه كان في حد مشهور جدا اسمه الفيجن تيتشر، مشهور عالميا، يعني هو زي زواق او حد مشهور كل الفيجن عارفينه، وكان في نشانطة شيء بعيد جدا، وشاف الايفنت اللي هم عاملينه، وبعدين قرر ان هو يجي يدوقه عندنا. ودي كانت نقطة التحول او البداية، يعني ان هو جه معاه اتنين اصحابه وكان عجبه جدا، وقعد يحسب ان كان طبق الكشري كبير، وطبعا الفيرجن بتاعنا كان كبير جدا، غير يكفي، هو بالنسبة له قال يكفي تلاتة لما كان بعشرين ليرة، وقال مثلا كده الواحد لو أكل وشبع يأكل بسبعة ليرة وفي كل البروتين وكل الحاجات، وكان بالنسبة لهم اختراع يعني. فكتب عنه، ومن بعدها بدأنا حتى الانستجرام بتاعنا يعلى يعلى يعلى، والدنيا تعلى. بدأ الناس، احنا لما حضرنا الايفنت بدأنا نسمع الناس هم بيتكلموا، بصراحة احنا مكناش فيجن، بدأنا نسمع البنت اللي هي كان اسمها دعاء، ودي بصراحة يعني هي بتشتغل في وكالات عالمية وحتى صوروا معنا، وبدات اسمعها وهي بتتكلم عن موضوع الحيوانات والانيمالز، واحنا بنحب الانيمالز جدا. فبدات ادخل واتفرج وكده، وقررت انا وحسن ان احنا من اللحظه دي فعلا ان احنا ما نخدعش نفسنا، ان احنا نكمل. وكمان احنا عندنا الاكل المصري الفيجن، يعني معظم الاكل عندنا اصلا فيجن، الريسبي بتاعته 100% فيجن، يعني انا مش محتاجه ان انا بقى اغير واعمل وبدل، يعني زي شوربه العدس، زي الفلافل، زي الفول، زي البصاره، بدات بالبصاره. Ben bir senedir vejetaryen besleniyorum, et yemiyorum. Türkiye'de sokakta uygun fiyatlı dürüm vesaire gibi etsiz yemek bulmakta çok zorlanıyordum. Bir gün sokakta yürürken kemkümle karşılaştım. Çok uygun fiyatlı dürümleri olduğunu görünce falafel dürüm denemek istedim ve denediğimden beri sürekli çok sık geliyorum. Yemekler çok lezzetli, müessese çok samimi. Çok hani hem burada kendimi rahat hissediyorum hem çok uygun fiyatlı lezzetli yemek bulabiliyorum. Merve ablanın da eli gerçekten çok lezzetli. Böyle kemkümü çok seviyorum. Hem sağlıklı hem de leziz yemekler yapıyorlar. El vegan society ناس يعني بصراحة so caring جدا، يعني بدأ هما بدأ الموضوع يعملوا دعاية لنفس دعاية دعاية دعاية، وبدأ الأكل كمان عندنا مختلف عن الفلافل العادية. الفلافل بتاعتنا معموله من الفول، وبدا ندرس احنا ونشوف ان البروتين اللي فيها قد ايه، وما بتتعبش المعده، وخفيفه كتير، وطعمها مختلف عن اللي هم عارفينه. وبدا الموضوع بقى يعلى كتير. برضو شافنا على الانستجرام واحد مشهور كوانتين ده عارض ازياء فرنساوي ومشهور جدا برضو عالميا وموجود هنا في تركيا، شافنا وكان شايف حاجه اللي احنا يعني انا طورتها واخترتها، كانت اللي هي الفيجن برجر، وده معمول من الفاصوليا. بدات بقى ادرس الموضوع يعني، وادخل فيه حاجات مفيده زي الكينوا، زي المكسيكان فاصوليا والحاجات دي كلها، الفاصوليا الحمراء.
بدأ يعجبه وبدأ يعمل لها إعلام من نفسه حتى وبدأ يصحبه ييجوا والدنيا بدأت تعلى 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 بس كان كل ما بنعلى شوية طبعا كورونا كانت بتوقف شوية كورونا كانت بتوقف شوية بس الحمد لله يعني بقى لنا اسم في وقت صغير بقى لنا اسم في الموضوع الكتب عندنا كل كان بيجي لنا هنا كان بيكتب عندنا عن جوجل فالبون عندنا عالي جدا الكومنت عندنا عالية جدا فبدأ الأجانب يكتشفونا من خلال الموضوع ده بخلاف أو بجانب الناس المصريين اللي بيحبوا الأكل المصري يعني مثلا الفول والفلافل فبقى عندنا شقين من الزباين اللي هم العرب بيجوا هنا ياكلوا اكل مصري اللي هو الاكل المصري فعلا من غير لحوم او كده والناس الفيجن هم كتير جدا الاجانب والاتراك الفيجن بس الحمد لله بقينا بالرغم ان احنا مكان صغير الا ان بقينا جزء من المكان او جزء من الموضوع وكمان ناس كتير كانت جربتنا وكان منهم ثلاثه حكام من اللي هم كانت مسابقه احنا ما نعرفش عنها حاجه اللي هي طبقا لجريده حريات واختارونا السادس من العاشر من توب 10 في تركيا كلها وكمان الحكام قالوا ان هو عشان ثلاثه بس جربونا ان احنا السادس يعني حتى اللي قالت هي كانت قالت في التقرير ان هي لو احنا كمان اتظلمنا ان هي لو كان جربوا اكتر الحكام كانوا سته لو كانوا ثلاثه تانيين جربوا كنا ممكن ناخد حاجه اعلى Şu an değil de yüzyıl.